الفتى القط ضد القط الآلي. أجل! قفزة المقص الخارقة! اللقة الدورانية! الركلة الدورانية! أحسنتم أيها الفريق، والآن معاً هيا! هي! أجل! واو! أوبس! رميته بقوة نحو حديقتي. ها هو! ها؟ صديقاي! لم تختبئان؟ ليس مضحكاً! لا يمكن أن يترك غريغ ومايا هذا هنا. ما هذا؟ لوحة إلكترونية؟ حتماً هذا روميو. هذه مهمة للمقنعين الصغار. حسناً، واحد منهم على الأقل. المقنع الصغير سيخرج لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب بطل شجاع لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. أجل! يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنع الصغير. حسناً يا مشغل الصور، ما هذا؟ رجل آلي؟ عرفت أنه روميو. لا تقلقا غريغ وأمايا، الفتى القط سينقذكما. أذنا القط. أين هو؟ حتما فقدته في مكان ما. وجدته. أنا متأكد من أنه كان في جيبي. روميو، ماذا فعلت بصديقي؟ إنهما هنا، لكنهما يعملان عندي الآن. ماذا؟ البومة، الزاحف، ابتعدا عن روميو. لن نفعل. نحن نطيع روميو فقط الآن. هناك شيء غريب يحدث. الفتى القط! ليس هناك ما تراه. حقاً؟ لنحاول تسليط بعض الضوء على هذا اللغز. الكرار! ماذا؟ غريغ! أمايا! أمسك بنا عندما كنا نلعب خارجاً. كان ذلك سهلاً من دون قواهما الخارقة. ولكن في هذه الحالة، من هما؟ ابتعد عنهما أيها الفتى القط! مهلاً! قال مشغل الصور روبوت! إنهما ليسا صديقي! لا! ما ظننته؟ ليس إلا نسختين رائعتين لهما! ولو لم أفقد دارتي الإلكترونية لكنت واحداً منهم! دارة إلكترونية؟ أتعني هذه؟ دارتي الإلكترونية! لا تكن واثقاً بنفسك كثيراً أيها القط! ستقوم البومة الآلية والزاحف الآلي بوضعك في قفص أيضاً! ثم سأحكم العالم ولن تتمكن من إيقافي! حررنا لنقوم بمساعدتك! ليس من دون قواكما! لا تقلقا، سأحضر لكما المنامة! هل تبحث عن هاتين أيها الفتى القط؟ أجل! المنامات أصبحت ملكي، وأنت ستكون لي! أيملكان نفس قوة الزحف والبومة؟ أو لا، بل أفضل. شاهد هذا وحسب. قوة إضافية ليس عدلاً. لقد حذرته. استغرقت أعواماً لأصمم الحياة.